أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل اقترض قرضا من بنك ربوي ثم توفي ولم يرجع الدين للبنك. يقول: رجل اقترض قرضا من بنك ربوي ثم توفي ولم يرجع الدين للبنك، وأولاده وورثته عاجزون عن تسديد الدين. هذه قضية ترجع إلى المحكمة يا أخي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.